جديده البنات حصريا مع محل شي اسياد خلف السلعه. واليوم تخيلوا معايا بلي غتاخذوا لي ساك غير ب 119 درهم مع محل شي اسياد. تبعونا من الاول حتى الاخر الهاي كوبي وباقل وارخص ثمن مع محل شي اسياد. نبداو على بركه الله ما تمشيو فين ونبداو مباشره في اول موديل. السلام عليكم بنات الخير، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد اليوم مع محل شي اسئله. اليوم ان شاء الله البنات غتكون لا فيديو فيها ليكيداسيون. كنهضروا على قطعه في كل موديل. في البرومي شوا في الهاي كوبي غتكون ابتداء من 119 درهم. البنات تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر ونبداو على بركه الله. ولكن قبل نبداو دائما بالشعار ديالنا وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب. مباشره غنبدا لكم باول موديل وهذا البنات. هذا فيه تخفيض في اللوينات بثلاثه، غيبقى لكم ب 119 درهم البنات. هذا الموديل هذا 119 درهم البرومي شوا والجوده الاولى. فيه بوندوليغ بطبيعه الحال وكيجي كامل مبطن من الداخل. شوفوا لي لا بوندوليغ في نفس لا ميم كولور ديال الساك. هذا الكولور ديال الجولد، حتى هذا لا ميم كولور، ومن الداخل كلشي مبطن كلشي مطبوع. وفيه بيان سور جويب وسنيسلا في البرومي شوا مطبوع من التحت كيف ما كتشوفوا معايا. الموديل راه معروف ستيل سواري ستيل حضور مناسبات. الكاليتي الاولى 119 درهم البنات. فوالا فيه ثلاثه ديال اللوينات، كاين فيه هذا الجولد كاين فيه لارجونتي. هانتوما البنات كيجي ستيل ديالو راه معروف في الاوريجينال ديال هاد لامارك. وكاين فيه الباج ورا البنات، الباج بقات فيه وقيله بياسه ولا جوج. دونك البنات استافدوا معانا 119 درهم بروموسيون وليكيداسيون محل شي اسياد. ومازال مستمره البنات، يلاه بنات لا فيديو فوالا. ان شاء الله غنوريكم موديل بموديل، تبعوا معنا من الاول حتى الاخر. كلشي غيتنقص لي الثمن ديالو البنات. هذا الموديل اللي كنديرو لكم ب 179 درهم اليوم غيبقى لكم غير ب 149 درهم بنات الخير. هذا موديل ديال مارك فيغلا، موديل اللي كيجي بلاوس لا كاليتي الاولى. هاد الاسئله اللي كنقول كنهضر على الهاي كوبي، كنهضر على البرومي شوا، كنهضر على الكاليتي الاولى، كنهضر على لا بون فينيسيون ولا بون ايميتاسيون بالفلوخ وبلي ديتاي ديالو كاملين. اليوم حصريا مع محل شي اسياد غير ب 149 درهم. كتقلبي على هاد اللوين هذا باش تقادي اللبسه ديالك ديال العيد ان شاء الله، الله يدخلو بالصحه والسلامه. اليوم مع محل شي اسياد كاينه الهمزه وكاينه الاثمنه خياليه. بوندوليغ اجوستابل لا كاليتي طوب. وشوفوا معايا تبارك الله شي حاجه واعره بيان بريزونطابل خطيره في الشكيلات ديالها. غير ب 149 درهم البنات. تخيلوا معايا 149 درهم بري ا لا بورتي، يمكن لك تاخدي به ساك برومي شوا مع محل شي اسياد. اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس مرحبا بكم. والوينات فيه هذا الفيغ فيغ او شي حاجه طوب. هذا راه جويب من اللور. لا كاليتي والتفاصيل الفنه كاينه في محل شي اسياد غير ب 149 درهم البنات. كابتشور ديكور الارسال الى جميع مدن المغرب. البنات راه كاين الضغط على النويمرات بجوج، حنا راه غادي نجاوبوكم ولكن شويه كنتمنى انكم تفهمونا، راه كنحاولوا اننا نجاوبوكم. البنات راه تبارك الله كاين الضغط على النويمرات بجوج بهم. فوالا البنات البرومي شوا حتى في انستغرام. فوالا البنات شي حاجه الفن والطوب ديال السلعه 149 درهم ليكيداسيون مع محل شي اسياد. وراه دائما كنديروا لو كونسيبت ديال برومي اريفي برومي سيرفي. دونك البنات كتمشي لي ميساج من التحت للفوق، اللي صيفطت الاولى هي اللي كتستافد من لي زارتيكل. ومرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله التوحده ما يبقى فيها الحال، كاملين تستافدوا معنا. كاين هذا الموديل هذا ديال هاد لا مارك هادي شي حاجه الفن. شوفوا لي كيفاش كيجي بالفيلوغ جويب وسنيسلا، شي حاجه محدقه هكذا مخدوم بيان 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 فيني. وشوفوا لي تبارك الله لا بوندوليغ ديالو اجوستابل وغزال. شوفوا لي ما سبورتي كيجي فريمون زوين. لا كولور لي طوندونس هاد العام لو جون موتارد، وكاينه فيه اون دوزيام كولور غزاله. شوفوا لي لو روج، لو روج البنات اللي كتبغي لو روج شي حاجه الفن. شوفوا ليا رائع رائع البنات. راه كنتمنى ان الكاميرا تكون كتوضح لكم الصوره حيت فريمون مخدوم. حتى اللون ماشي داك اللون اللي كيبان مدرح ولا اللون اللي كيبان مشعشع، راه فريمون زوين ومخدوم. لا كاليتي ديالو كتبان غير من اللون كيفاش مخدوم. وشوفوا ليا الطبعه راه اللون في اللون. لا كاليتي والهاي كوبي والبرومي شوا اليوم مع محل شي اسياد 149 درهم جمله ولا تقسيط. مرحبا بكم البنات اللي بغات جمله اللي بغات تقسيط مرحبا بها. اليوم كاين هرس دقدق في الاثمنه مع محل شي اسياد ومازال مستمرين في لي زارتيكل. ولا البنات كاين هذا الموديل هذا ديال بيستولي. البنات اللي كيسولوا على هذا الموديل هذا البنات موديل فريمون زوين كاليتي غزاله، حتى هو فيه هاد لي كولور هادو فنين. كلاس اولا سبور، هزا كلاس هزا سبور شي حاجه الفن. كتبغي البنات اللي كيبغيو يلبسوا ياخذوا لا كولور نوار لا كولور مارون كولور نيود اللي غتلبسها كوتيديانمون يوميا. وهاد اللوينات اللي كتبغي تلبسيهم مثلا مع جليليبه واحد اللوين كتجي معاه هاد اللون هذا
كتبغي تاخديه بثمن زوين، داك الشيء علاش ما كتاخديش غارمون فاش كتاخديه، وغاتلبسيه غارمون ما غاتلبسيش مع كلشي، ولكن بيان سور كتبغي تاخديه بان بون بري، داك الشيء كتقدري تقولي ماشي مشكل ناخذ كاليتي تكون تكون ناقصه باش يكون ثمن ناقص. اليوم انا كنوفر لك هذا اللون، هذه الالوان الغابره، هذا اللون اللي كيجيو غزالين وكيقادوا لك اللبسه ديالك، وحتى هما كاليتي، حتى هما بروميير شوا باش تكون عندك لا كوليكسيون ديالك ديال لي صاك كاملين دو ا زد كامله زوينه بحالك، وتكون حاجه نقيه ورفيعه. تخيلوا معايا بلي هذا اللون وهذا الموديل اللي كتلبس كلاس وسبور مخدوم من الداخل ومن برا كامل مبطن ومطبوع غير ب 149 درهم. اه راكم سمعتوني مزيان، هذا هو لو بخي اللي قلت ديال هاد التفاصيل كامله، وتستاهلوا الف خير. بالنسبه لو بيستولي عندي فيه جوج ديال الوينات في هذا الموديل، هذا اللي كتجي لا بوندولير ديالو كلاس سامبل سامبل، كاين فيه لا كولور روج وكاين فيه الروز نيود. فوالا البنات كابتور ديكرون الارسال الى جميع مدن المغرب، وراه مطبوع شوفوا لي التفاصيل ديالو مطبوع وامبريمي اللون في اللون غير ب 149 درهم. كاين هذا الموديل ولكن ما كاينش غير هذا، كاين البنات كاين البنات هذا الموديل هذا اللي داخل فيه لي بيرل من الجنيبات ديالو، كلشي كلشي البنات شوفوا الفرق بيناتهم، شي حاجه الفن في الغوز نيود وفي لامبريمي انيق جدا لا كاليتي، وحتى هو فيه جوج لي بوندولير. هاد التفاصيل كامله اليوم مع محل شي اسيا غتاخديه فقط ب 149 درهم. بغيتي جمله بغيتي تقسيط مرحبا بك، الا لقيتي الهاي كوبي ب 200 ولا ب 250 ما غتلقايش ب 99 و 149، ومرحبا بكم والف مرحبا البنات. مازال مستمرين في البروميير شوا، بغيتي تلبسي ليك وبغيتي تلبسي اللي عزيز عليك انت والزوج ديالك الاخ الاب الشخص اللي كتبغي، ولا انت علاش لا، علاش حيت موديل كتلبس اوني سيكس. فوالا البنات شوفوا معايا الاناقه والفخامه، موديل غابر ما يمكنش تلقاه بارتو وانيق جدا. شوفوا لي البنات لا بوندولير ديالو كامل مطبوع كاليتي فريمون زوينه، شوفوا لي لا دوبلور ديالو من الداخل مخدوم، وبيان سور البنات راه كيجي مجموع بالسنيسله ديالو. شوفوا لي الطبعه ديال مارك الاناقه والفخامه مع محل الاسيا، وهذه راه زوينه البنات تقدروا تزيدوا تنقصوا فيها على حسب العبار اللي بغيتو، من يبغي يلبسوه هو يطول ما تبغي تلبسيه انت قصريه. البنات استمتعوا معنا واستافدوا معنا من السولد الهاي كوبي والبرومي شوا غير ب 149 درهم، الثمن اللي ما غتلقايش في الجمله اليوم غتلقايه تقسيط وجمله في محل اسيا، وتسهلوا الف خير راه ما فيش بزاف. فوالا البنات دائما في السولد وفي لا برومو الموديل البنات، انا متاكده بزاف البنات كيستناو في هذا الموديل يدار ليه السولد. البنات هو ديجا كان سولد صراحه، ولكن اليوم غنهرسوا فيه الثمن الصراحه لا كونتيتي اللي بقات، يعني غنقول لكم هذا هو الموديل كتهضر كنقولوا عليه ليكيداسيون، حيت كان فيه تبارك الله العدد وخرج تبارك الله واستافدوا منه البنات. اليوم غادي ندير لكم واحد التخفيض حصري لهذا الموديل اللي بغاتو تستافد منه، ساك ابوندولير غنوريكم كيفاش كيجي ملبوس، كتلبس افيك بوني ولا افيك بوندولير بي دي تاي جاولو ديال هاد لا مارك او مونوغرام، شي حاجه طوب البنات. شحال غيبقى لكم هذا الموديل؟ غادي يبقى لكم لي بيني، شوفوا معايا لي بينيس من التحت كلشي مطبوع كلشي مطبوع لا كاليتي الجوده الاولى غير ب 149 درهم. بصحتكم وعرفتوا شنو غادي نقول، حيت هادي ليكيداسيون ديال اخر القطع اللي بقاو فيه، وبصحتكم وراحتكم ما بقاش فيه بزاف في التوتال ديال لي كولور كاملين اللي كاينين، يمكن مابقاش فيه شي 9 ولا 10 ديال الحبات، دونك فوالا تستاهلوهم وتستاهلو ما كثر، دائما الخير مع محل شي اسيا. نفس الموديل غنوريكم الوينات ديالو اللي بقاو فيه، كاين فيه الجون موتارد، انا قديتيه لا بوندولير قبل باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف، نبقى نقاد لا بوندولير. شوفوا لي البنات انا هزيتو بلا بوندولير بوني ما كيبانش، شفتوا على استو شحال زوين فريمون واعر، ولا بوندولير حتى هي راه اجوستابل، زيدي ولا نقصي على حسب العبار اللي بغيتي، وبيان سور سي باغي وكيهاز من الداخل. وبطبيعه الحال البنات بلي هذا الموديل الا بغيتي تهزيه كلاس هكذا خارجه خريجه عراضه يمكن لك تهزيه هكذا غير بالبواني باغ اكزومبل مع شي جليليبا مع شي خفيطين شي عراضه طوب 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 149 درهم البنات. وثالث لوين انا متاكده غيعجبكم هو البوردو، الساك ديال 350 البنات، هذا الساك ديال 350 في الجمله ما كيديرش هذا لو بري، دونك فوالا استافدوا معنا غير ب 149 درهم. ثلاثه لوينات في واحد تبارك الله الفن الفن ديال الموديلات، وبصحتكم وراحتكم اخر القطع اللي بقاو فيه وسالوا الف خير. مازال مستمر البنات في الفيديو، كاين واحد الموديل كيحمق خفيف 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 ما شاء الله البنات فريمون خفيف 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 تبارك الله، فيه جوج ديال لي بوندولير، فيه واحد البواني وفيه بوندولير من الداخل فريمون غزال البنات، حصريا غيبقى لكم بواحد لو بري بروموسيونيل البنات بروموسيونيل وغزال. تخيلوا معايا كيجيو فيه جوج ديال لي بوندولير بواني وبوندولير انيق جدا بيان 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 فيني، وفيه لي كولور كاين لي سامبل وكاين فيه
كاين اللي فيه كاين فيه دي موتيف من هنايا كامل غيبقاو لكم بلو ميم بري. هادشي كامل البنات عرفتي شحال خفيف فحال الا ما هز والو فريمون وكيجي واعر. شوفوا معايا كيفاش كيجي باللبسه فريمون تري شيك مع شي جليبا زوين زوين البنات. والوينات كاين لي سامبل وكاين لي امبريمي 149 درهم. سمعوني مزيان البنات 149 درهم ما قلتش 249 درهم. هاي 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 كوبي في محل شي اسياب قل من ثمن الجمله. وشوفوا لي اللوين ثاني فريمون غزال اللي كتبغي تنفاسي على اللوينات وماشي اي لوينات لو بلون الغوز نيود شي حاجه سامبل هادئ ولكن انيق جدا وكاين فيه الغوز. فوالا البنات ثلاثه ديال اللوينات 149 درهم لبستي اللون الشكل اللي بغيتي مع محل شي اسياب بالثمن اللي بغيتي والسهل والف خير. كانوا مستمرين توجور في لا ليكيداسيون. كاين حتى هذا الموديل هذا البنات اللي كنت بارطاجيت معكم قبل. اليوم غندير لكم واحد لا ليكيداسيون ديال 3 ديال لي بيس اللي بقاو فيه. فوالا يعني العدد اللي كاين اللي اكسبوزي هو اللي كاين نفس الدوك راه ما بقاوش. فوالا البنات شوفوا معايا دي بوشيت في هاد لا مارك لا كاليتي راه عرفتي البنات راه ما نهضرش عليها عرفتي لا كاليتي كي دايره واعر راه غتبان لكم غير من الكاميرا اجوستابل من طبيعه الحال. التفاصيل ديال الساك مابقاش كنهضر عليهم بزاف حيت ولاو معروفين دابا في محل شي اسيا. شوفوا كيفاش كيجي ملبوس طوب البنات طوب خطير. فوالا فيه ثلاثه لوينات نقاد لكم لا كاميرا فريمون زوين شي حاجه انيقه وفخمه. شوفوا لي الفن لوينات موف بارد وهادئ ولكن زوين وبيان سور البوردو ثلاثه ديال الوينات. هادشي غيبقى لكم ليكيداسيون. ملي كنقولوا ليكيداسيون كنقولوا بقل من راس مالها غير ب 149 درهم. مازال مستمرين مع محل شي اسيا وفي لا فيديو بقاو معنا البنات مازال مستمرين البنات في لا ليكيداسيون وفي لي زارتيكل اسمنه خياليه وكلشي البنات في هاد لي زارتيكل غنبارطاجي معكم دابا بقل من ثمنه غادي يدوز. غنبدا لكم بموديلات كتسولوا عليهم بزاف دابا دوك السويكات من الحلج من الحلو زوين اللي غيجيكم مع اللبيسه ديالكم. كنحاول البنات لا بديتو البال في لا فيديو نوع لكم حتى لي كولور حيت عارفه دابا اصعب حاجه هي تلقاي اللون اللي غيجيك مع الجليبه ديالك اولا مع اللبيسه ديالك اللي غتلبسي ومع الا كنتي عندك الا خديتي شي صباط ولا خديتي شي طالون اللي غيجيك معاه هاد اللوين. واخا راني غنوعدكم البنات بواحد لاغيفاج في لي طالون شي حاجه كتحمق داكشي اللي كتبغيو ان شاء الله غيكون قريبا. ولا البنات شوفوا معايا لا مارك توري بيرش اللي غتسوني على هاد اللوغو هذا اللوغو ديال لا مارك. فوالا موديل كيجي بلا شينيت ملي كنقولوا موديل كلاس كنهضروا على هاد لا شينيت اللي كتكون اون دوغي واعر. هي بحد ذاتها اكسسوار ملي كتلبسيها في اللبسه ديالك هي بحد ذاتها كتبان اكسسوار يعني بلا ما تزيديش اكسسوار اخر هي بوحدها راها كتبان موديل فريمون زوين. التفاصيل ديالو شوفوا لي البنات الطبعه ديال لا مارك فين كاينه لا كاليتي ديالو تبارك الله هائله كيجي فيه سنيسلا وجويب كيجي تبارك الله كامل مبطن ومطبوع لا كاليتي غزاله. وشوفوا لي في اللبسه كي كيجي بغيتي تلبسيه جن بغيتي تلبسيه هكذا فريمون كيجي غزال. شوفوا يا البنات داك الدوغي ديالو شحال جا غزال داك الدوغي شحال جا تبارك الله عاطي وراه فيه لوينات غنبارطاجي معكم لي كولور اللي كاينين فيه ولو بري غادي يبقى لكم حصريا غير ب 179 درهم. البنات كنقول لكم ليكيداسيون ملي كنقولوا ليكيداسيون كنقولوا قل من ثمنه او لا قل من راس ماله الموديل اللي كنبارطاجي معكم دابا حصريا البنات. فوالا شي حاجه الفن شوفوا لي على الموديل كي كيجي شوفوا لي البنات كيجي غزال فريمون شي حاجه غزاله كيجي انيق في الهزه تري شيك سوا تهزوه جن سوا تهزوه على دو. بالنسبه لهاد لا شينيت اون دوغي راها انوكسيدابل ما كتكحل ما كتبيض. شوفوا لي البنات شوفوا لي الطبعه ديالها كي كتجي فريمون غزاله كاليتي فن ما شاء الله وهزيها على لو ستيل اللي بغيتي في المحل. فوالا بيان سور كاين فيها اللوينات كاين فيها هاد لا كولور في الفيغ كاين فيها لو بلو سيل. البنات هادو كانوا كيدوزو بكثر اليوم غيبقاو لكم غير ب 179 درهم ليكيداسيون ديال اخر القطع اللي بقاو فيهم. والبنات اللي غيسولوني هذا الحجم الصغير راه كاين الكبير ديالو هذا الصغيور فوالا 179 درهم توب 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 في السلعه راه كيتهزو هكذا كيجيو تري تري شيك. فوالا فيهم الجون باناني خفيف وزوين. شوفوا لي التفاصيل ديال اللون كي كيبان واعر توب 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 لا كاليتي واعره تبارك الله. وكاين فيهم نوار هانتوما البنات كاين فيهم النواغ توجور كارني بالدوغي. شوفوا لي النواغ تا هو شحال كيجي كيحمق يعني تبارك الله فيها راه ماشي ربعه خمسه اللوينات حيت كاين فيهم تا الغوز. شوفوا لي الغوز نيود شفتوا لا كاليتي توب كلهم بلي ميم ديتاي 179 درهم ليكيداسيون البنات ديال اخر القطع اللي بقاو فيه في هاد لو موديل ديال لا مارك توغي بيرش. توجور في لا ليكيداسيون كاينه بياسه وحده في هاد لو موديل
موديل ديال هاد لا مارك اللي كيجي بالبلو بلو جين كيجي فريمون زوين وفيه حتى هو لا بوندولير ديالو اون نوار فوالا لا كاليتي وكتجي فيه لا سيرتيفيكاسيون ديالو كيجي تبارك الله كيهاز البنات من الداخل كاليتي توب وراه جويب هذا من هنا البنات ساكني 350 اليوم غيبقى لك حصريا مع محل شي اسيا غير ب 179 درهم فقط وبصحتكم وراحتكم البنات هادو ليكيداسيون يعني بقل من ثمن الجمله ومازال مستمرين في لا فيديو ومازال مستمرين في لي زارتيكل كاينه في لا مارك ام كا بياسه وحده فهاد لا كولور روز نيود فهاد لو موديل شوفوا معايا كيفاش كيجي امبريمي من الداخل ولكن راه نيود وسامبل من برا وبيان سور فيه حتى لا بوندوليير وفيه لا شينيت بالدوغي كيجي فريمون غزال ولو بري 179 درهم فقط هرس دكدك في الاسمنه دابا نقص لو بري ديالو توجور في لا ليكيداسيون كاين هاد الموديل مستمرين في لا ليكيداسيون كاين هاد الموديل في هاد لا مارك غيس الموديل اللي فيه 3 ديال لي بياس شوفوا معايا كيجي واعر فيه لا شينيت كيف ما كتشوفوا معايا فيه ان اكسسوار كيجي كامل مطبوع جوج في واحد والثمن 179 درهم البنات راه كنحاول نزرف في لي زارتيكل باش يبقى عندكم لو شوا و ان لارج طون باش تشوفوا لي زارتيكل اللي بغيتو فوالا شوفوا معايا شوفوا معايا البنات التفاصيل ديالو هذا هو كتلبس اونيسيكس فيه هذيك لابوندولير العريضه اللي كتجي هكذا مطبوعه واجوستابل ومبطن بحال هكذا من الداخل وفيه السنيسله ديالو هذا غيبقى لكم ليكيداسيون غير ب 179 درهم فقط حصريا مع محل شي اسيا البنات عجبكم الموديل ما تيزيتيش راه ما فيهوش بزاف فوالا كاينه بياسه فهاد لا مارك غيس هادي ما فيهش بياسه يمكن فيه كثر ولكن ماشي بزاف فوالا فيها التفاصيل ديالو من هنا كيتسد على جوج مرات بدات بيان سيكوريزي اللي كتبغي شي حاجه مجموعه جمعيها وانت مرتاحه وبلا بوندولير ديالها وبالتفاصيل ديالها الفنه هادشي غيبقى لكم البنات اليوم الهمزه كانوا كيديروا 350 البنات لا كولور روز نيود ولا كاليتي غير ب 179 درهم فقط كابشور ديكرون الارسال الى جميع مدن المغرب كاين هذا الموديل هذا اللي كتبغي ستيل قفيفه تروس ستيل تروس زويون فيه القفيل ديالو لا كاليتي فريمون زويونه مبطن بالفيلور لا دوبلور ديالو وفيه حتى لا بوندوليير وفيه هذا الاكسسوار فوالا بوندوليير اللي كتجي مطفوره شينيت وسميطه توب 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 البنات هذا غيبقى لكم غير في المحل شي اسيا غير ب 179 درهم ليكيداسيون وفيه قطعه واحده اللي بغات تستافد من الموديل وبصحتكم وراحتكم البنات هذاك الموديل اللي بارطاجيت معكم ديال الكيس ها هو كيفاش كيجي ملي كيكونوا لاصقين فيه لي بياس بجوج بيهم فوالا كاينه بياسه في لا كولور كامل في هذا الموديل موديل ديال لا مارك ام كا راه كنت بارطاجيتو معكم دخلت فيه هاد لا بياسه ديال من ديبو موديل راه مجموع بالسلسله وفيه لا بوندوليير وكيجي بهذا لو ستيل هذا فريمون غزال الساك ديال 350 اليوم مع محل شي اسيا غير ب 179 درهم ليكيداسيون البنات وكاين بحال كيما خديتي لي السويكات وكاين مازال لو شوا البنات كاين هاد السويكات هادو لي امبريمي صراحه البنات بغيت نبارطاجيهم معكم صراحه كيجيو غزالين في اللبسه وباش زوين التيسو ديالهم امبيرميابل ما كيدوز والو كما كتشوفوا وكيجي معاهم ان بيتي كادو اللي هو بزيطيم ديال لا مارك برادا اللي يمكن لكم تستغلوه سيباري على شلا وشوفوا لي البنات لا كالي ان اكسسوار شو شحال فيه من الداخل بوندوليير سبور بوندوليير كلاس لا شينيت بلارجونتي وتبارك الله شحال كيجي كيهز من الداخل ومطبوع امبريمي وفيه سنيسله من الداخل وهذا الشيء كامل بالتفاصيل ديالو وفيه جويب من اللور وفيه لي كولور فوالا دونك ها انتم البنات ها السنيسله ديالو في لارجونتي فيه ان بيتي اكسسوار يمكن لكم تستغلوا معاه فيه بزيطيم فيه بوندوليير سبور هذا الشيء كامل غيبقى لكم ليكيداسيون هذا الشيء كامل البنات غير ب 179 درهم فقط وبصحتكم وراحتكم تستاهلوا كل خير كاين هذا وكاين البلو سيل كيف ما كتشوفوا معايا بلو سيل ديالو بنفس التفاصيل وكاين هاد لا كولور هذه اللي كتجي شويه فلاشي شفتوا فلورانج بحال داك فيوريس شفتوا البنات شي حاجه الفن لا كاليتي البرومي شوا غير ب 179 درهم فقط ملي كنقول لكم هاد الثمن كنعني ليكيداسيون ديال لي بياس اللي بقاو في هاد لي كولور وبصحتكم وراحتكم تستاهلوا الف خير مازال مستمرين في لا ليكيداسيون اللي كتقلب على ساك كبير في لا مارك توريبور غنبارطاجي معكم ان موديل اللي كيجي البواتي ديالو وبيان سور فيه لي كولور كاين فيه لوينات غزاله لوني سيكون فلون فيهم جوج ديال لوينات فنين الله يبارك لكم اللون الثاني ولا قلت لكم به في لا فيديو البنات فوالا شي حاجه الفن ديت لكم بالنوار عاشقات اللون الاسود سيد الالوان كيف ما كنقولوا امبريمي باللوغو ديال لا مارك كامل بهاد لا كولور هادي في البلو مارين شوفوا معايا كيفاش كيجي
شحال نتوما واعر لا كاليتي فن البنات واحد الملمس فيه فريمون غزال هنا كيجي تري تري ليس ومن هنا كيجي امبريمي كيف ما كتشوفوا هذا لي بينيس اللي كيحميو الارضيه ديال السويك وكيجي كله مطبوع شوفوا لي التفاصيل ديالو البنات التفاصيل ديالو رائعه جدا وكيجي كامل مطبوع شوفوا لي الطبعه من هنا شفتوا كامل مطبوع تبارك الله ومن الداخل بيان سيباري هنايا بالخدمه ديالو وفيه واحد الجويب من الداخل ام بتي بوش وفيه من هنايا البلاصه ديال لي كارت شفتوا البنات تبارك الله فيه تفاصيل واعره وما كيتلبس كلاس وصباغ الجزء ديالو كلاس بالنسبه لهذا راه كتخشى لداخل قالت لي اللي بحالي ما كتعجبهوش تبقى ها هي شفتوا كيبان تري تري كلاس حتى لا كوب ديالو منظمه منظمه من الجنيبات ديالو منظمه كيبان الموديل تري شيك وفيه سواء هاد البواني هادو سواء فيه هاد لابوندوليغ اللي كتجي سبور وعريضه كما كتشوفوا معايا ها سبور وعريضه وفيها اللوغو ديال لا مارك دونك فوالا بالنسبه للموديل فيه جوج ديال الوينات كاين فيه هاد لا كولور اللي فيها النوار وكاين فيه لو روج بنفس التفاصيل شفتوا بنفس التفاصيل البنات لا كاليتي فريمون زوينه تري شيك بالبواتي ديالو وغادي يبقى لكم هاد الفخامه هادي غير ب 299 درهم كنذكركم بلي الموديل كان كيدير 350 فيه تخفيض ريدكسيون ديال الوينات اللي بقاو فيه 299 درهم البنات ليكيداسيون ديال هاد لا مارك في محل شي اسيا دونك فوالا البنات كانت هادي هي النهايه ديال لا فيديو كنتمنى انها تعجبكم خليو لي رايكم في التعليقات على لا فيديو ديال اليوم على لا برومو على لا ليكيداسيون وبيان سور ما تنساوناش من دعوات الخير ومن ارائكم في التعليقات وكنقول لكم مره اخرى عواشركم مبروكه مبروك عليكم هذا رمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله لينا والامه الاسلاميه كامله كنقول لكم لا فيديو سالات هنا نتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد فيديو جديد ومسيه سعيده السلام عليكم البنات هذا الفيديو ديال النعت ان شاء الله ديال محل شي اسيا لوكس اللي كاين حدا سوق نموذج جي شريفه هنا البنات كيف ما كتلاحظوا معايا هذه كيوتو هذا امتداد دو مارس تقاطع ديال امتداد دو مارس و شارع القدس يعني البنات اللي جاي الناس اللي جايين من سباته من هنايا لا سينيسيس شارع القدس البنات راه غادي نقرب ان شاء الله باش يبان لكم النعت بالضبط والناس اللي جايين من المدينه امتداد دو مارس راه تما البنات غتلقاو الطاكسيات اللي كيحطوا طاكسيات البيضين اللي كيحطوا في عين الشق حدا كيوتو انا البنات غندير لكم النعت بالتفصيل ان شاء الله تجيو حدا تجيو ان شاء الله حتى المحل مقصدين ومرحبا بكم ها يعني نتوما البنات هذا هو التقاطع هنا فين داروا داك الباسواي هنا التقاطع البنات ها الناس اللي كيجيو من سباته من هنايا ها نتوما البنات شارع القدس هو هذا امتداد ديالو هذا امتداد ديال 2 مارس شفتوا البنات هذه كيوتو ها هو ماكدو ماكدو الاناره راه معروف هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا هادو هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنا فين كاين الطاكسيات اللي قلت لكم البنات ها هو كيوتو ها نتوما البنات ها هي كيوتو كيف ما كتشوفوا معايا غدوروا من هنايا البنات البنات اللي جايين من الفوق غدوروا هكا على اليسار اللي جايين من هنايا غدوروا على اليمين وهنا البنات خليت على اليسار ديالي هنا خلينا الناس يعني امتداد ديال شارع القدس غتمشيو نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا غتخليو كيوتو هنايا على اليمين ديالكم وغتمشيو نيشان على شارع القدس شارع القدس البنات راه معروف كيف ما كتشوفوا معايا ها نتوما كاين هنايا المحلات هنايا في شارع القدس هنايا معروفه البنات كتلقاو هنايا كتبيه تامينات المغرب شفتوا كيف ما كتشوفوا البنات راه معروفين هنايا غتبقاو غاديين نيشان هذا شارع القدس يعني غتبقاو غاديين تو دغوا نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها نتوما المحلات هنايا في شارع القدس ها نتوما شفتوا النعت بالضبط يعني باش تجيو نيشان التقاء هنايا ديال وهنا البنات غتلقاو ماجوريل اللي كنعت لكم بها دائما ماجوريل التقاء ديال الشارع الداخله هنايا هنا غتسولوا على شارع الداخله غتدوروا على اليسار غتلقاو ماجوريل البنات شارع الداخله غتدوروا مع شارع الداخله غتخليو ماجوريل هنا وغتمشيو نيشان البنات هذا هو النعت بالضبط ديال محل شي اسيا لوكس من هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا ماجوريل راه كاينه حداها كافي شرم الشيخ راه معروفه بزاف شفتوا البنات هذه هي هذا الغوبير هذا راه باين في شارع القدس راه واضح غتمشيو نيشان غدورو على اليسار تمشيو نيشان غادي نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنا غتلقاو بيم ها هي غتلقاوها هنايا غتبقاو هاد الدوره الاولى لا الدوره الثانيه غتلقاو المارشي هنا البنات راه هنا كاين المارشي وها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا نيشان مع شارع الداخله غتلقاو هنايا وفكاش غتلقاو هنايا يعني ها هو المارشي هو هذا السوق نموذجي الشريفه هو هذا البنات حنا فين كنتواجدوا البنات كنتواجدوا ماشي هذا المدخل واحد حنا كنتواجدوا في مدخل جوج يعني غتمشيو نيشان مازال الدوره الثانيه كيف ما قلت لكم غدوروا على اليمين هنا البنات يعني غتلقاو هنايا مجزره
شفتوها هي على اليمين هنا، يعني المدخل الثاني غدوروا على غدوروا على اليمين كيف ما كتشوفوا معايا هنا البنات فين كاين المحل. كيف ما كنعت لكم دائما راه هو البنات المحل، هانتوما ندير لكم الزوم، محل شي اسيا لوكس اون فاس مع الاون فاس البنات مع المدخل جوج مارشي شريفه. ومرحبا بكم البنات، هذا هو نعت محل شي اسيا لوكس. حتى لهنا مرحبا والف مرحبا، مع السلامه. وهانتوما البنات ندير لكم التتيمه، واخا هنا وقفت هكا باش يبان لكم النعت بالضبط. كان ملي كنت جايه انا يعني هنا البنات شارع الداخله اللي دخلت معاه الدخله الثانيه، كيف ما قلت لكم شارع القدس كانت الدخله الاولى، لا الدخله الثانيه كدوروا على اليمين نيشان هنايا، هذا هو السوق نموذجي شريفه، مارشي عين الشق اولا مارشي الشريفه باش معروف بزاف. هذا البنات باب الصغير المعروف، الباب ديال الحوت ولا ديال الدجاج الصغير، مدخل جوج، سولوا على مدخل جوج اون فاس مع المدخل جوج البنات غتلقاو المحل اللي هو هذا. ومرحبا بكم والف مرحبا البنات، هنا غتلقاو اي حاجه زوينه وبثمن زوين ولا كاليتي زوينه. ومرحبا والف مرحبا البنات، هذا هو محلكم محل شي اسيا، كنرحب بكم في اي وقت. كنذكركم بتوقيت العمل البنات، المحل كيحل جميع ايام الاسبوع يعني الايام كاملين باستثناء يوم الجمعه، نهار الجمعه البنات كنكونوا سادين، راه المارشي كله كيكون ساد. بالنسبه لتوقيت العمل كنحلوا مع العشرة وكنسدوا مع السبعة ونص البنات. الارسال كنديروه لكازا ولجميع مدن المغرب، وكيكونوا بعض التسهيلات حتى الجاليه المغربيه عفوا. ومرحبا بكم كاملين، هذا هو محلكم، محل اللي كيرحب بكل سيده عاشقه للاناقه. ومرحبا بكم دائما، تمن زوين ولا كاليتي متميزه، ومع السلامه.